احنا كنا اتفقنا قبل كده في القناة بتاعتنا مصر كنز ولغز او البرنامج كمان اللي هو مصر كنز ولغز ان احنا بندور في كنوز والغاز مصر، بس بقى المفروض ان احنا كمان نشوف المحيط الاقليمي لمصر. ده اكيد، لان مصر مش منفصلة عن اللي حواليها، لا الاقليمي ولا الدولي ولا 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 الكلام ده. وعشان كده احنا قررنا ان نبدأ سلسلة حلقات، انا يعني عايز اتحفظ على كلمة اقليات، انا ما بحبش الكلمة دي، انا بقول مكونات، وهي دي الكلمة اللي هنستعملها عشان هي دي الكلمة الصح. عايزين نشوف مكونات الوطن العربي كله او المنطقة اللي حوالينا او المنطقة الدولية كلها، نقدر نعرف احنا كلنا بنتكون من ايه، ايه المسميات بتاعتنا وايه المكونات بتاعتنا. في مكونات كتيرة على فكرة، بس في مكونات شهيرة ومعروفة لازم نبدأ بيها. وحنبدأ سلسلة حلقات ونتكلم على ايه؟ على المكون الكردي. ايوة، المكون الكردي. على فكرة المكون الكردي ده من اهم المكونات اللي حوالينا، بس كتير ما يعرفوش عنه حاجة، او يمكن انا كمان قبل ما كنت اخش في الحلقات دي ما كنتش اعرف كتير عنه. هنتكلم على المكون الكردي في بلاد الرافدين، في العراق الحبيبة، العراق الحضارة، الحضارة. ونرجع لورا قوي قوي قوي، عايزين نعرف. بنسمع دايما عن الأكراد. على فكرة أنا فوجئت إن الأكراد دول معدين يا جماعة يمكن حوالي 30 أو 35 مليون، يعني أكبر من دول كتير قوي حول العالم طبعا منتشرين يعني. بس احنا دلوقتي هنتكلم عن اكراد العراق وخاصة كردستان العراق. لو فتحت الكتب وقعدت اقرأ وقعدت اتكلم يعني هتبقى حاجة تقليدية، لا احنا بقى نجيب اصل الحكاية من انسان موجود هناك، هو عراقي كردي وموجود في كردستان العراق، نتكلم معاه وهو اللي يقول لنا بالظبط ايه الحكاية، نعرف حكاية اكراد كردستان العراق، نعرف اربيل السلمانية، هنعرف حاجات كتيرة قوي قوي قوي. هنعرف حاجة مهمة قوي على فكرة، انا يعني لفترة قريبة يعني ما كنتش اعرف ان القائد صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي يا جماعة ده من القادة العظام اللي وحد العرب ووحد المسلمين في توقيته، اصلا كردي. تخيلوا دي، يعني هو اصلا مكونه كردي، صلاح الدين الايوبي محرر القدس موحد العرب. كده بقى نبتدي نخش بقى على بداية سلسلة الاكراد. مين هم؟ بدأوا امتى؟ كانوا فين قبل كده؟ وهم دلوقتي معانا وشايفينهم. طب كردستان العراق بدأت امتى؟ طب ايه المكونات اللي جوه عندهم؟ طب هل هم سنة؟ هل هم شيعة؟ هل فيهم مسيحيين؟ هل فيهم يهود؟ هل فيهم حاجات تانية، ديانات اخرى، نماذج اخرى؟ كل ده لازم نعرفه، ونعرفه عن الاكراد. احنا عارفين ان في اكراد في تركيا واكراد في ايران واكراد في حتت كتيرة قوي، لكن احنا هنتكلم دلوقتي عن اكراد العراق في كردستان. تعالوا معايا بقى نشوف ايه حكاية اكراد العراق في كردستان، يلا بينا. زي ما قلنا هنبدأ من اكراد العراق، كردستان اللي هي اربيل السلمانية ومدن كتيرة انا معرفهاش، هنعرف كل حاجة دلوقتي. بس زي ما قلت لكم علشان نعرف الكلام ده نجيبه من اصحابه بقى، يعني اصلا هنقرا ونقعد نقول وبتاع وكلام من ده، اي حد ممكن يقرا، اي حد ممكن يفتح النت او جوجل او بتاع، لا احنا نجيب اصل الحكايه من اصحابها زي ما قلت لكم، لان احنا عرفنا ان صلاح الدين الايوبي القائد العظيم هو فعلا من اكراد العراق. يبقى نبدا مع احد المهمين جدا
في كردستان العراق دكتور ياسين رؤوف. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الفل. الله يخليك. احنا طبعا يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا طبعا في الجو الجميل ده الطبيعي، احنا يعني انا حبيت يبقى هو ده الاستوديو بتاعنا الجميل اللي هو في الهواء الطلق. احنا بلدنا كلها بتبقى حلوه الحمد لله، كل بلاد العرب حلوه وجميله، ومصر زي العراق يعني انا بشوف ان الجو الى حد ما متقارب. احنا دلوقتي في اكتوبر لكن قاعدين اهو الشمس اهي ساطعه، يعني اوروبا كلها بتحسدنا على الشمس دي. فاحنا كنا عايزين نسال حضرتك بدايه، مين هم الاكراد بصفه عامه؟ نعم اتفضل بقى حضرتك. اشكرك اولا، شكرا على الاستضافه وشكرا على حلقاتك الجميله، ان شاء الله اتمنى لك التوفيق الاكثر فاكثر ان شاء الله. انا اسمي الدكتور ياسين رؤوف، ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة وفي مصر. أنا من كردستان العراق أو من جنوب كردستان، ما نسميه نحن جنوب كردستان، وأشرح لماذا جنوب كردستان من خلال الكلام. وهذا الحزب، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الأحزاب البارزة والرئيسية في العراق بشكل عام وفي كردستان بشكل خاص. ونحن الاتحاد الوطني الكردستاني أقصد، كان من عندنا من بعد سقوط نظام صدام حسين 3 رؤساء جمهورية العراق انتخب انتخابا برلمانيا حرا من قبل حزبنا، قدم هذا المرشح ونجح. الأول كان المرحوم جلال طالباني، والثاني كان الدكتور فؤاد معصوم، والثالث الحالي هو رئيس جمهورية العراق هو الدكتور برهم صالح، عضو مكتب سياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ومن عندنا. ثانيا طبعا لنا مكتب في مصر الاتحاد الوطني الكردستاني منذ 1997 إلى الآن. الدولة المصرية مشكورا، يعني أقدر أقول دولة مصر شعبا ونظاما وسلطة ودولة وحكومة كانوا متعاطفين جدا مع القضية الكردية، سواء هذه القضية في تركيا أو إيران أو عراق أو سوريا. ونشكر هذه الدولة بصراحة، من أول ما بدأنا بالمعارضة هم كانوا معنا، من المرحوم الزعيم جمال عبد الناصر إلى الرئيس الراحل الشهيد أنور السادات إلى ما بعدهم. الدولة المصرية طول الطريق وطول المدة الحركة الكردية والثورة الكردية كانت معنا قلبا وقالبا، شعبا ودولة. ثانيا، حضرتك تكلمت عن الكرد، من هم الكرد؟ أولا يجب أن نفرق أو نميز ما بين كلمة الكرد وكلمة الأكراد. نحن كشعب الكردي نرفض كلمة الأكراد، اللي يقال لنا الأكراد نرفضها هذه الكلمة. لماذا؟ من الناحية اللغوية أو النحوية أو القواعد اللغة العربية، بما أننا أنا متخصص في الأدب العربي والعلوم الإسلامية، عندي ماجستير في الأدب العربي ودكتوراه في العلوم الإسلامية. كلمة الأكراد جمع قلة، لكن كلمة الكرد تشمل الكل، الشعب الكردي بشكل عام. يعني حضرتك دلوقتي، أنا حصلت مناقشة ما بيني وما بين أحد أساتذة الجامعة الأزهر على هذه الكلمة، وهو في الآخر قام من مكانه وحضني وقال أنت الصح، عشان أشرح لحضرتك كمان. لو حضرتك قلت رحت إلى السوق واشتريت 7 أسياف، تقول إيه؟ تقول أنا اشتريت 7 أسياف. لكن لو رحت واشتريت 20، تقول اشتريت 20 سيفا. طبعا وليس أسياف. يعني هنا الكلمة كلمة جمع قلة، طالما أقل من 10 تقول بكلمة جمع أسياف أو أطباق وهكذا، لكن أكثر من 10 تقول نفس الكلمة طبق سيف وهكذا الكل. نحن نرفض كلمة الأكراد لأن دي جمع قلة وفيها شيء من التقليل من شأننا أو التحقير بنا لا سمح الله. ثانيا نأتي إلى الكرد بشكل عام، أهو مسألة كلمة أكراد. أيوة. بالنسبة لنا حسمناها الكرد
طبعا حضرتك عارف في منطقة تستطيع أن تقول الشرق الأوسط إلى بداية شرق آسيا، هنالك أربع قوميات عريقة وأصيلة يتعايشون منذ آلاف السنين مع بعض: الشعب العربي، الشعب الفارسي، الشعب التركي، الشعب الكردي. هذه الأقوام أو هذه الشعوب أو هذه القوميات تعايشوا مع بعض سواء من جبال أرارات وزاغروس إلى منطقة المغرب العربي وما شابه ذلك. طبعا لكل شعب بسبب تكاثرهم أو خصوصياتهم الخاصة، مثلا الشعب الفارسي كانوا من الشعوب الموجودة، وكانت الدولة أو السلطة الفارسية بما تسمى كانت تسمى المنطقة الفارسية كانت بيدهم، لأن هم الأكثرية في المنطقة. والشعب التركي أتوا مع الهجمات التي أتت من شرق آسيا وأسلموا، وبعدين أسسوا الدولة العثمانية وهكذا انتشروا في هذه المنطقة. يعني الشعب التركي شعب دخيل بالمنطقة نسبة إلى وجود العربي والكردي والفرس في المنطقة، يعني آخر شعوب المنطقة التي كانوا فيها هم الشعب الدخلاء في المنطقة، لكن بقى لهم أكثر من ألف سنة، يعني مش جداد، لكن دخلاء من ألف سنة وما قبل. لكن الشعوب المتحضرة أو الساكنة في هذه المنطقة هم عبارة العرب والكرد والفرس، تمام، لكن أكثرهم قربا سواء ثقافيا أو دينيا أو جغرافيا من الشعب العربي هو الشعب الكردي، لأن نحن حدودنا متاخمة مع العرب سواء في العراق أو في سوريا، واختلاطنا مع العرب سواء في مصر أو سوريا أو العراق أو إلى المغرب العربي. فلذلك نحن نقول أن التعريف للشعب الكردي أحد الشعوب الموجودة المتواجدة منذ آلاف السنين جارة مع العربي والفرس والترك في مناطقهم في أوطانهم. طيب كنت عايز أسأل سؤال بس، معلش يا دكتور. نعم. يعني واضح طبعا أن الكرد يعني من آلاف السنين يعني بالضبط ممتدين، يعني طب إمتى بقى، إمتى دخل الكرد الإسلام أو الإسلام راح لهم إمتى وعن طريق إيه ومنين بالضبط؟ كلام جميل، والسؤال في محله. في روايات الأصل أنهم هم دخلوا الإسلام أو الإسلام ذهب إليهم من خلال تواجدهم ومن خلال تواجدهم في الدولة الساسانية القديمة. هنالك أقاويل أن الدولة الساسانية كانت دولة كردية، أقاويل ودراسات. وهنالك الروايات أنه في واحد كردي اسمه دارا وذهب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم هناك دارا نعم. وأتى بالإسلام إلى المناطق الكردية. وهنالك أقاويل أخرى أنه بعدما أتى الإسلام إلى منطقتنا، بما أن المناطق الكردية مناطق جبلية وعرة جدا، طبعا والكرد مشهورين منذ الزمن البعيد أنهم فرسان أشاوس وشديدي القوة والبأس والمقاومة وما شابه ذلك، فقاوموا الإسلام مدة وبعدين أسلموا طوعا. لكن في كل المجالات وفي كل الدراسات تثبت كل الدراسات أن الشعب الكردي أسلموا طوعا وليس عنفا. طوعاً. يعني الدعوة جت لهم طوعاً وليس بسيف. هم أسلموا طوعاً. لماذا؟ لأن ما رأوه من القساوة والاضطهاد من قبل السلطة الحاكمة السابقة، سلطة الدولة الساسانية. فلما أتى شخص أو أتت مجموعة بنظرية أخرى أو بدين آخر أو بنظام آخر، فهم قبلوا بها بسرعة. هذه كلها دراسات وروايات. على فكرة يعني يا دكتور، ما هو برضو ما هو الإسلام لما دخل مصر دخلها طوعا، يعني برضو ما حصلش في حروب أو ما حصلش قتال، يعني المكون الإسلامي في مصر بدأ طوعا زي بالضبط عندكم كده بالتمام. بس كنت عايز أسأل سؤال بقى هنا، معلش، من ضمن بقى الحاجات اللي بنعرفها، يعني في ناس ما تعرفش
هم الكرد سنة ولا شيعة ولا الاثنين مع بعض، ولا هل فيهم مثلا مكون مسيحي، هل فيهم مكون يهودي؟ ما هو ده مش مشكلة يعني، بس نعرف صحيح. نعرف نعرف للتعريف بقى. للتعريف تفضل. اولا الشعب الكردي تستطيع ان تقول 90 الى 95% بالضبط العدد ده، 90 الى 95% من الشعب الكردي سنة وشافعي المذهب. سنة وشافعي المذهب ده زينا يعني. نعم هنالك أقلية نسميهم الكرد الفيليين، وهم يعيشون في بغداد وفي شرق بغداد إلى تخوم إيران، هم الفيليين، هم الشيعة، هم كرد زينا، وهم يفتخرون بكرديتهم وبقوميتهم، لا بل أكثر مننا، لكن هم حملت مذهب الشيعة متأثرا بالشيعة الإيرانية الموجودة، وحصلت عليهم مآسي وبلاوي من قبل الأنظمة المستبدة في العراق وفي إيران أيضا. لكن 90 إلى 95 من الشعب الكردي مسلمين وشافعي المذهب. حضرتك تكلمت عن المسيحيين وما شابه ذلك، هنالك مسيحيين كثر في كردستان كثر، لكن هم يتكلمون اللغة الكردية ويعتزون بجيراننا ومعانا يتعايشون معانا في كردستان، لكن في خلاف يا ترى هل هم كردي الأصل أم مسيحي الأصل أم ما شابه ذلك. يعني هذه الخلافات والمسائل موجودة من غير أن تكون سببا لأي نقاش أو اختلاف ما بيننا وبينهم. يعني هي مش عاملة مشكلة، لأن مش عاملة مشاكل. حضرتك أبداً. بتقول لي 95% مكون سني طبعا، فيبقى تقريبا يعني الموضوع شبه منتهي يعني. صحيح. شبه صحيح. منتهي صحيح. طيب دي نقطة جوهرية على فكرة وعرفناها، لأن كان في ناس كتير فاهمة إن المكون الشيعي، طبعا ما احترمنا لكل المذاهب احنا طبعًا ما بن طبعًا. يعني كانوا فاهمين المكون الشيعي كان كبير قوي في الاكراد او 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 او، لكن طيب انا المعلومه ان الكرد تقريبا تخطوا 30 مليون، هل دي معلومه حقيقيه فعلا ولا لا؟ اضيف لك انهم تخطوا 40 مليون 40 مليون 40 طب مليون. يعني انا كويس ان انا قلت 30 35 يعني. واقسمها لك. انا في البدايه قلت جنوب كردستان كما نحن نسميه. لماذا؟ لان اراضي كردستان ما كانت تسمى باراضي كردستان ولا تزال اراضي كردستان منقسمه على 4 دول، وذلك بعد التوافقات والاتفاقات الموجوده من 1917 الى 1923. اراضي كردستان الاصيله عبارة عن القسم الأكبر في تركيا، وما بعدها القسم اللي أقل منها قليلا في كردستان العراق، وما بعدها في إيران وفي سوريا. أنا أسف، من هذه اللي تعدى 40 مليون، أكثريتها في تركيا، وبعدها في العراق اللي نحن الآن تخطينا حدود 7 ملايين، وبعدين في إيران، وبعدين في سوريا. يعني الشعب الكردي أو القومية الكردية منقسمة إلى 4 أقسام يتعايشون، قسم منهم مع الدولة الإيرانية لما تسمى شرق كردستان، والدولة التركية ما تسمى شمال كردستان، والدولة السورية ما تسمى غرب كردستان، والدولة العراقية اللي هي جنوب كردستان أو كردستان العراق كما الآن نسميه. نحن جزء من الدولة الاتحادية العراقية اسمنا إقليم كردستان، هذا الإقليم له برلمانه المتخصص به وحكومته المتخصصة لها لشؤونها الداخلية. طيب معلش بقى هنا برضو عايز استفسر عن حاجة يا دكتور بالمناسبة، يعني هو إمتى بالضبط كردستان خدت يعني الحكم الذاتي أو الحكومة الإقليمية في العراق؟ يعني نعم هي خدت نعم الحكومة الإقليمية نعم في العراق إمتى؟ في تاريخ أقول لك هل كان في تاريخ الرئيس صدام ولا قبل ولا بعد ولا؟ أحكي لك. أولا الثورة الكردية في العراق من أنشط الثورات الموجودة ضد الحكومات المستبدة التي استبدت الشعب الكردي سواء في العراق أو سوريا أو إيران أو تركيا. نحن ثورتنا كانت مستمرة منذ 1957 إلى 61 إلى 75، من 70 إلى 75 وهكذا إلى الآن.
بعد احتلال الكويت من قبل صدام حسين، نظام صدام حسين، والهجمة 30 مليون على نظام صدام حسين، نحن أيضا انتفضنا انتفاضة عارمة شعبية في إقليم كردستان، واستطعنا أن نخلص أو ننظف إقليم كردستان بالكامل من نظام صدام حسين. ده سنة 1991. بعدما حصلت عندنا الهجرة المليونية بعد تحرير الكويت، القوات المتحالفة رجعت أيضا وعملوا للإقليم كردستان ما فوق خط 36 الأرض العالمي، عملوا لنا منطقة لحماية الشعب الكردي من بطش نظام صدام حسين. ماشي. فنظام صدام حسين بعدما رجع إلى كردستان بشكل عام، انسحب من إقليم كردستان من محافظات دهوك وأربيل وسليمانية طواعية، ونحن أخذنا هذه الفرصة وشكلنا برلماننا، عملنا انتخابات عامة في إقليم كردستان وشكلنا البرلمان وشكلنا حكومة إقليمية لكن تابعة للدولة العراقية. الدولة العراقية الآن وقتها يعني انسحبت من عندنا، فمفروض احنا ما نقعدش مكتوفي الأيدي. عملنا حكومة إقليمية وانتخبنا برلمان، وهذا البرلمان انبثق منه حكومة الإقليم، وبدأنا بإدارة ذاتية لنفسنا لكن تحت الحصار الظالم سواء من الدولة العراقية أو من تركيا أو من إيران أو من الأمم المتحدة التي كانت وقتها في هنالك حصار على الدولة العراقية بشكل عام بسبب الهجمة واحتلال الكويت. من وقتها ونحن صاحب حكومتنا الإقليمية وبرلماننا الإقليمي. وبعد سقوط نظام صدام حسين، الشعب الكردي والقيادات الكردية أول من تسارعنا بالدخول إلى بغداد لتشكيل الدولة العراقية من جديد. المكون ككل. الدولة العراقية من جديد بعد سقوط دولة صدام حسين أو نظام صدام حسين. نحن شاركنا بشكل جدي لتأسيس دولة عراقية من جديد، وكتابة دستور جديد، والاستفتاء على هذا الدستور، وتشكيل الدولة العراقية من جديد. ومن وقتها إلى الآن وباعتراف كل الدول وباعتراف الدولة العراقية والدستور العراقي، نحن لنا إقليمنا وحكومتنا الإقليمية داخل الدولة الاتحادية العراقية الفيدرالية. طيب يا دكتور، في حاجة بقى معلش، يعني وإحنا بنختم بقى الجزء ده من الحلقة عايز أعرف حاجة مهمة قوي. نعم. دلوقتي أنتم تعتبروا جزء من الدولة العراقية. نعم. تمام. البرلمان العراقي، البرلمان العراقي أنتوا ليكم ممثلين فيه؟ طبعا. موجود حاليا؟ طبعا. ممثلين؟ طبعا. للكرد؟ طبعا. تمام. نعم. المعلومة كمان ان رئيس الـ 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 العراق كرد مننا. طب طب هل ده في الدستور ولا؟ نعم ولا؟ نعم في الدستور. احكي لك التفاصيل. ايوه بس قبل ما تحكي لي بقى، احنا هنخش بقى بقية الكلام بتاعنا في الجزء الثاني في الحلقة الجاية ان شاء الله، نقدر نعرف بالظبط المكون السياسي والمكون الشعبي للكرد حبايبنا اللي موجودين معانا في كل مكان. انا بشكركم جدا.